كبسة الدجاج رح يكون بدنا واحد دجاجة كاملة مقطعة، رح يكون بدنا 2 كوب أرز بسمتي أو اللي هو الحبة الطويلة، بدنا 2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم، 3 حبات أو 3 سنون ثوم مفرومة ناعم، 2 حبة من الطماطم المقطعة، ويفضل أيضا تكون مقطعة ناعم، 3 ملاعق كبار من معجون الطماطم، بدي 2 حبات جزر مبشورة، 1 حبة فلفل أخضر حار، رح يكون بدي 1/4 كوب زيت نباتي أو سمن، تقدر كمان تعملوا ميكس، أنا رح أعمل ميكس بين 2، 4 أكواب من الماء أو مرقة الدجاج، 2 ورق غار، 1 عود قرفة، 4 حبات هيل أو بتقدر تستخدموا هيل بودرة إذا بدكم، 4 حبات قرنفل، معلقة صغيرة كمون، ملح وفلفل، 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، 1/2 ملعقة كركم، 1 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة. طيب مني عليك. بعرف إنه المقادير مبينين كتار، والواحد هيك بس يشوف هدول المقادير كتير كتار بنقز، بس عن جد الوصفة جدا سهلة، ورح أفرجيكم عن جد قديش هي كتير سهلة وبأسهل الطرق كمان رح أفرجيكم إياها، تمام؟ طيب بس بدي بصير نطلع ببهارات الكبسة لو سمحتوا، نفرجيها للمتابعين إذا في حالة حدا كان حابب يعمل بهار الكبسة بالبيت، بحب دائما هذا الخيار يكون موجود عندكم عشان تقدروا تسووا البهار لحالكم بالبيت. لبهارات الكبسة إذا بدكم تحضروها بالبيت بتقدروا تحطوا 1 ملعقة كبيرة من الكمون المطحون، 1 ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة، 1 ملعقة كبيرة من الكركم، 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون، 1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، 1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة طبعا، وملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، 1 ملعقة صغيرة من البابريكا، 1/2 ملعقة صغيرة زعفران أو صبغة الزعفران، و 1/2 ملعقة صغيرة من زنجبيل مطحون، وربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب. طبعا هاي الكمية اللي عم بحكي لكم اياها هي بتقدروا يعني بالطبخ اليوم رح تخلص كثير حلو، عرفتي؟ طيب اول شيء راح انزل زيت زيتي دوار الشمس، وبعدين راح انزل السمنه تاعتي بالطنجره. ايش اخترتيها، سمنه نباتيه او حيوانيه؟ طبعا طبعا الهيلثي اكثر الحيوانيه. طبعا انا لا احبذ ابدا اي شيء نباتي من هدول المواد دائما، وهي الفكره اللي دائما بنحكي فيها انه الزيوت النباتيه الطبيعي انها تكون سائله، والزيوت او الدهون الحيوانيه الطبيعي انها تكون صلبه، مشان هيك دائما لما نختار السمنه كونها جامده نختار السمن الحيواني، بكون صحي اكثر من النباتي اللي بكون تعرض لعمليات هدرجه لحتى صار صلب. صحيح، حتى والزيت والزبدة. هلا راح ننزل البصل، تقدر تستخدم بصل عادي، انا حابه استخدم بصل احمر لانه بحافظ على قوامه اكثر. تمام، انا هون بدي كل المكونات اللي عندي تتدبل، فراح احط اول شيء البصل وهيك بدي احركه يتدبل شوي، وراح انزل معاه الثوم عشان هيك تفيح عندي الريحه. تمام، طبعا صباح الخير لام العبد حمد، اول المنضمين لفيديو البث، بتقولنا صباحكم معطر بذكر الله، وايضا ام محمد الفراهيد بتقول صبحكم الله بالخير والبركه، علينا وعليكم الله يا رب صباحكم جميعا. امين يا رب. طيب هي انا هيك عم بشوحها شوي، بعديها بنتوفه راح انزل البندوره، وبدي اخليها هيك قد ما بتقدر المي تاعتها تنزل. تمام، نقدر احنا نتخلص من المي بهاي المرحله بطريقه اسرع عن طريق اني انا احط شويه ملح مع الخلطه، فبصف انا عندي البصل رح ينزل ميته. تمام، وانا بدي اياها للدجاج، حفرجيكم كيف اسهل طريقه ممكن تساووها فيها. بدك ملح؟ لا ما رح احطه هلا، رح احطه بعدين عشان مع الدجاجات. رح احط البندوره وبرضه رح اخليها تتشوح، وفي هذه الاثناء رح ابلش انزل البهارات تاعتي. تمام، راح انزل الفلفل في البدايه، وراح انزل كل بهاراتي، الكزبره الناشفه، الكمون. هلا انت مع استخدام البهارات الحب في هاي الوصفه، ولا الافضل خلينا على البهارات المطحونه؟ هلا شوف البهارات الصحيحه لابد منها، زي اللومي وزي القرفه وزي القرنفل، ولكن في ناس زي ما حكيت لك ما بحبوا يكون في يطلع بتمهم. ما تطلع بتمهم، انا وحده من الناس اللي ما بحب انها تطلع. انا من الناس العكس، بحب يطلع بتمي بهارات الحب. جد؟ بحس بالنكهه اقوى هيك، وبستمتع بالطبخ اكثر. بحس انه لازم هيك تكون لحالها
ومشان هيك خصوصا الهيل، يعني الهيل اذا هيك حبه قرشتيها وانت عم تاكلي بالرز انا بكيف، تحسي انفجار من الاطعام في التم. انا استخدمتها بودره، ما استخدمتها صحيحه. بعدين ريحته بتكون اقوى على فكره لما يكون بودره. ما تتخيلوا قد ايه البهارات المستخدمه اليوم معبيه مضادات اكسده، زيوت عطريه، معبيه مناعه للاشخاص مثلا، حتى هاي الاكلات بالفترات اللي بيصير عنا مثلا فيها بنرشح اكثر بنزكم اكثر في بدايات الشتاء. كثير كويس انه احنا نعزز اطباقنا بهذا النوع من البهارات، غير انه لا لما تستخدمي هذا الكم من البهارات ما بنحتاج انه احنا نضيف ملح كثير على الاكله. صحيح، لاحظ الاكل هيك طعمها قوي بدون اضافه الملح. صحيح، هاي خطوه كثير كويسه للناس اللي عندهم ضغط او الناس اللي مش كثير بيحبوا اكلاتهم تكون مملحه. يعني على الريحه، صح، هذا البخور الاصلي، هذا البخور هذا هو. هلا راح احط عليه شويه مي عشان بدي احط عليه الدجاج. هي ايش الفكره؟ انا بدي احط الدجاج على الخلطه تاعتي هاي واخليه ينزل ميته يتشوح من جهتين، بعدين راح احطه بالفرن واخليه يكمل استواءه بالفرن. بعد ما اعمل له هيك، هلا افرجيكم كيف بدي البسه خلطه تعمل هيك لونها حلو. ايوه ندلعه شوي. طيب بدي احط شويه مي عشان عندي الخلطه يكون فيها شوية مي مع الدجاج، وراح أنزل البهارات الصحيحة واللي هم القرنفل والقرفة ورق الغار واللومي. نقدر نستخدم اللومي الأسود وممكن نستخدم اللومي الأصفر. تمام هيك بس شوي. الله، ريحة الكبسة معبية الدنيا، صح؟ يعني الريحة في هون طنجرة، أنا كل شوي أسهم عليها. لا سوف نأكلها قريبا. كثير طعمها زاكي، سلم إيديك. وهبة الضامن بتقولي سعد صباحكم والله يعطيكم العافية. وأم علاء بتقولنا الله يسعد صباح الفراشات المنورات الشاشة. وبتقول لك يا شيف بدنا أكلات للرجيم يا قلبي، يعني هذا طلب حرام على الوجع يا أم علاء. كثري لنا من هاي التعليقات. أيوة أنا كمان بدي وصفات من هذا النوع كمان. هذا الأسبوع مفكرة إيطالي يكون، عشان كثير في ناس بالتعليقات حكوا إنه بدهم يكون حتى إيطالي. معدتنا بتقول لنا اليوم بدنا إيطالي، بدنا إيطالي. موسى خشان بيقول صباحكم هيل وقهوة، والله بدها هيل وقهوة على مع الكبسة يعني ضروري. وصباحكم زيت وزعتر وابتسامة وطاقة إيجابية لإلي وأيضا لألاء. يسعد صباحك يا موسى، وشكرا على تعليقك الجميل صباحك. وأكيد رح نرجع لكل تعليقاتكم اليوم. ما شاء الله اليوم يعني الناس اللي معنا على اللايف جدا هيك طاقة إيجابية ومبسوطين على الكبسة يا ألاء، وأنا مبسوطة معهم. إحنا هلأ رح نبسط كمان لما ناكلها. شوفي أنا جبت دجاجة كاملة وقسمتها إلى أربع أقسام. طبعا أنا في أجزاء كنت مجهزتها، هادول اللي ضايلين منها اللي بدي أعملكم إياها على الهواء. تمام راح أحطهم بالطنجرة وأخليهم يصيبوا القاع. تمام يعني أنا إيش بدي إياها تتحمر شوي وكمان تأخذ من النكهة وتأخذ ولسه أحلى وأحلى لو هيك بس تطعنوها شوي عشان شو النكهة كلياتها تدخل بالزبط. داخل الدجاج. يعني إحنا هيك بدنا نطعن، وهلا بس نقلب على الجهة الثانية برضه رح نطعنها. تمام في هذه الأثناء شو رح أعمل؟ أغير كفوفي. في هذه الأثناء شفتي إني حطيت الوجه اللي فيه اللحم أكثر تحت عشان أنا بدي إياه يستوي أكثر، فعلياً ياخذ نكهة أكثر. تعرفي كمان شغلة ألاء بخصوص الدجاج، الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بالكوليسترول بنصحكم إنه تشيلوا جلدة الدجاج قبل الطبخ، يعني من الأساس من وقت تنظيف الدجاج شيلوها. والناس اللي بحبوا طعمها أو بحبوها تكون موجودة صحة وعافية، بس أنا مش كثير بحبها. تذكرتي امبارح يعني احنا عاملين الأجنحة الدجاج. وأنا مش من الناس اللي بحب أكل جلدة الدجاج، ولكن الأجنحة معروفة إنه هي لازم تكون بالجلدة تاعتها، وأصلا الجلد هو اللي بيكون فيه الصوص. وأنا لازم أدوق إنه خلص، يعني بدوق إبداعاتي امبارح ومو قادرة أتخيل الجلدة اللي بحبها عن جد. يعني نياله مش متخيلين شو صار بقلاء كل ما تتذكر حالها إنها أكلت من الجلدة، يعني بتتعذب كانت حرفيا عن جد. إنه هو الأكل أذواق. في ناس بيحكوا لك هاي أزكى إشي، يا ستي الله يرحمها كانت تموت بالجلدة تحبها كتير كتير، عرفتي؟ يعني كان عن جد إنه هو عن جد الأكل أذواق. طيب هدول الأشياء بدنا إياهم للتزيين، بس هلأ بدي أفرجيكم خلطة صغيرة رح نعملها
رح نحطها على الدجاج لما نحمر هذا الوجه، وهلأ أقلبه على الوجه الثاني. هاي الخلطة هي عبارة عن خلطة بس اسمها هيك دلعني، أوكي؟ بدنا نحط هيك لونها يكون حلو عشان نعمل الدجاجة لونها حلو. رح أحط رب البندورة، ورح أنزل معاها بهارات الكبسة، وإذا بدكم تحطوا معاها لسه كمون لسه بتطلع أسكى وأسكى ولونها بتطلع أحلى وأحلى. هاي الخلطة هيك بحركها وبدهن فيها الدجاج بعد ما عندي يتحمر. بس هيك شوفوا احلى لونها. هاي لما نيجي ندهنها على الدجاج راح يطلع لون لونها حلو، الدياي يجنن. تمام، دياي الدياي. ايوه، تحياتنا اكيد لاهلنا بالخليج جميعا والسعوديه تحديدا. أم يوسف المعايطة بتقول ما أجملكم بتجننوا بوجودك يا أم يوسف. وأيضا رجاء بدوية بتقول صباح الورد، ورزان بتقول صباحكم ورد ياسمين. يسعد صباحك بكل الخير يا رزان. يسعد صباحكم جميعا. طيب شوفي، أنا من الناس اللي حكيت لكم أنا ما بنقع الرز لوقت طويل، تمام؟ أنا يا دوب بغسله 3 مرات 4 مرات بالكثير 5، وبتركه في لحظة التحضير. الدجاج بالطنجرة المفروض ياخذ معانا نص ساعة لـ40 دقيقة، تمام؟ ففي هاي الأثناء أنا رح أغسل الدجاج، رح أغسل الرز 2-3-4 بالكتير، قولوا 5، بس غسيل مش نقع، عرفتي؟ بتركهم شوي هيك على جنب بشوية ميتهم، وببلش أحضر مثلا بالدقوس أو أحضر أي شيء ثاني زي ما إحنا هلأ رح نعمل، رح نحضر بالدقوس. وبهاي الأثناء خلص يعني بكون الرز صار عندنا مستوي، خصوصا إنه هو الحبة الطويلة. وإذا كنتم مختارين نوع منيح بيكون نظيف، بيكون لسه أحسن وأحسن، تمام؟ طبعا إحنا هيك بنضل نحركهم بس شوي عشان أنا بدي كل اللون تحت يصير رهيب. طيب شو رأيكم نطلع بوصفة الدقوس عشان نحضره؟ خلينا نطلع بوصفة الدقوس نشوف إيش بنحتاج فيها. طبعا لما نحكي كبسة ضروري يكون معه دقوس، صح؟ آه لازم ضروري يكون بالوصف. دقوس وعن في يعني بحكي لك شغله الدقوس، سوري قطعتك. الدقوس في الناس بحبوه في نوعين، في ناس بحبوا يكون الدقوس بارد، وفي ناس بحبوا يكون الدقوس ساخن. انا من الناس اللي راح اعمل لكم اياه ساخن. راح يكون بدي لصوص الدقوس 4 حبات من البندوره، 1 سن ثوم، فلفل حار اخضر، 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 1/4 كوب من الكزبره الطازجه، 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ورح يكون بدنا كمان 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، 1/2 ملعقة صغيرة من الملح، 1/2 ملعقة صغيرة فلفل، و1/2 ملعقة صغيرة من الكمون. هاي هي وصفة الدقوس، تمام؟ فعليا حرفيا يعني لما نحكي كبسة أو نحكي أكلات فيها أرز لازم صوص الدقوس يكون معها أساسي. صباح الورد كمان لكل اللي انضموا لنا على فيديو البث. أم شادي بتقول صباح الخير، وأيضا محمود سعد بيقول يسعد صباحك، هو بتابع كاثي، بنوجه لك تحيه انت وزميلتنا كاثي. وايضا هيا بتقول لنا صباح الفل والياسمين، وام محمد بتقول يسعد صباحكم صباح الورد يا ام محمد. يسعد صباحكم جميعا. هيني عم بنزل البندوره، الفلفل، الثوم. الفلفل حبيت ما تكون كثير حره هاي المره، لان يعني بضلهم يحكوا لي انا بعمل اكلي حر، فحبيت اخفف لهم الحراره. اليوم راح اخفف لهم الحراره، وراح احط شويه زيت الزيتون. تمام. صباح الخير يا نغمه شوق بتقولي دعاء منوره بالزهر، النور نورك والله. وعصام الزيوت بيقول صباح الخير، ابداع وشغل مرتب. وايضا ابو برجس بيقول صباح الخير، وام عبد الله بتقول يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحكم جميعا. تمام، هلا راح احط باقي البهارات تاعتي مع الليمون والكزبره الطازجه. ومرامي كنعان بتسالنا انه الرز الحبه الطويله هل ترفع السكري؟ شوفي الارز حبه طويله حبه قصيره، ايش مكان نوع الارز؟ فهو بالنهايه مصدر من مصادر الكربوهيدرات، واذا اخذتيه يعني كميات شوي مرتفعه رح يرفع اكيد السكري. مشان هيك ممكن ناخده بكميات معتدله، واذا حابين ناخذ كميات اكثر شوي بنصح دائما بالارز البني للناس اللي بتقدر تجيبه او بتستسيغه. بس حتى مرضى السكري بتقدروا تاخذوا الارز اللي
اللي بيكون حبة صغيرة أو حبة طويلة، والأرز الأبيض العادي، ولكن دائما باعتدال، يعني ما يتجاوز ربع الطبق اللي رح تاكليه يكون كربوهيدرات. أنا رح أزعجكم شوي، يلا بس حبتين، يلا بسم الله بدنا نضربهم مع بعض. طبعا نعمل بعين الاعتبار انه انتم لما تيجي تعملوها بالبيت بدكم اياه يقعد وقت اطول، تمام؟ طبعاً. مش هالقد وقت قليل. هيك شايفين كيف هاي القشره اللي صارت على الدجاجه؟ هاي بدها تكون على كل الدجاجه، تمام؟ كثير حلو هذا اللون اللي هون. حتى الاشخاص اللي صعب انهم يحمروه لا ممكن بهاي الطريقه فعليا بيكون اخذ لون. بالضبط هيك بيكون اخذ لون. بالضبط كثير حلو. وهيك عندنا الدقوسات بس يغلوه، بس غلوه هيك، بس هيك خلص على السريع نطفي. تقولنا ام رعد الرواشفة ما شاء الله شيف وصفاتك ابداع، وبتقول عم تستفيد من المعلومات اللي انا عم بقدمها. شكرا يا ام رعد، اكيد هذا هدفنا. وايضا مالك العلاونه بيقول وصفاتكم دائما وابدا رائعه، دعاء وألاء. للامانه يعني الامانه العلميه هي وصفات ألاء انا بس ومعلومات دعاء للامانه. وايضا ام رامي دائما تشكرنا على المعلومات المفيده، شكرا يا ام رامي. وبالعكس يعني هذا واجبنا، بدنا كل شخص من افراد الاسره يقدر ياكل كل وصفات الشيف بكل اريحيه، شو ما كانت حالتك الصحيه بقدر نقول لك كيف ممكن تاكل هالوصفه. صحه وعافيه للجميع. هلا بما انه احنا في هلا عندنا فاصل، انا بحكي انه بدي افرجيكم كيف بس نلون الدجاج ونحطه بالفرن، عشان بعد الفاصل نفرجيكم كيف لما نيجي نحطهم بالصينيه ونعبيهم بالطبق وهيك ونزينهم مع بعض. نروح فاصل وبنرجع. يسعد صباحكم بكل الخير ألاء، صباح الورد، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا عبر شاشة التلفزيون الأردني. معكم مكملين بمطبخ يوم جديد ووصفات حرفيا بتشهي ومعلومات غذائية بنتمنى انها تنال اعجابكم. وما ننسى اكيد انه دائما بتقدروا تتابعونا عبر فيديو البث الموجود على صفحة الفيسبوك وصفحة يوم جديد. وما بننسى كمان نصبح كل حدا رايح مشواره بطريقه وبيسمعنا عبر راديو عمان تردد 88. نرجع لك ألاء، يعني على اللايف بيقولوا لك يلا بدنا نشوف الكبسة. هلا قاعدة ايش عم بعمل؟ الدجاج بعد ما شوحته شوي بدي احطه بالفرن، بس قاعدة عم بدهنه بالخلطة اللي فرجيتكم اياها قبل الفاصل، واللي هي عبارة عن رب بندورة، شوية كمون وبهارات كبسة، وإذا حسيتوها كتير جامدة حطوا عليها شوية زيت زيتون، تمام؟ هيك بتكون صارت عندي جاهزة بدي أحطها بالفرن. طبعاً إحنا مدلعين كم من وحدة وحاطينهم بالفرن ومخلصين، تمام؟ الصبح تدلعوا. أيوة بالضبط. هلأ إيش بدي أعمل؟ بدي أحط الرز هون قبل ما أطلع الدجاجات تاعوني عشان يكونوا عم بيستووا من هون لا نخلص. راح أحط الرز وراح احركه كلياته مع الخلطه الموجوده. طبعا ناخذ بعين الاعتبار في ناس بحبوا يضيفوا ملونات غذائيه على الاكل بهاي المرحله، انا ضد، خصوصا انه هي اصلا فيها كثير الوان، ولكن اذا بتحبوا انكم تبرزوا اللون اكثر تقدروا تعملوا هاي الحركه. وانا كمان ضد لا صحيا انه اذا بنعتمد على التوابل بتلوين الاكل كثير افضل. صحيح. وغير هيك بتعرفي يعني في ملونات غذائية صحية الواحد يمكن يأكلها، الكركم واحد من الأشياء اللي ممكن الواحد يلون فيها، الزعفران، معجون الزعفران، هدول الأشياء كلياتها ممكن الواحد يلون فيها من دون ما يضطر أنه يضيف ألوان. ولكن المطاعم معظمهم بتلاقي انه هم بضيفوا لون عشان يعطي هذا اللون اللي هيك اورنج، عرفتي؟ بعيدا عن الكبسه وكل شيء بتعمله قاعده ألاء اليوم بالمطبخ، يعني الدقوس بيفوز. دقته قبل الهواء مش طبيعي قد ايه نكهته قويه وحلوه وهيك معتدله، لا هو حار كثير ولا نكهه البصل فيه عاليه، كثير عجبني صراحه. مع انه بالعاده يعني الدقوس انا بحبه بارد، بس اول مره بدوقه هيك ساخن وفعليا بحسه زاكي بهي الطريقه. بتعرفي ليه بنحب الدقوس جنب الاكل؟ انه مرات في ناس لما بيجوا مثلا كبسه بياكلوا جنبها صحن لبن، نكون عارفين انه قطع اللحمه او الدجاج اللي بتكون موجوده مع الاكل اذا بتاكل جنبها تاكل جنبها لبن، انت رح تقلل من امتصاص الحديد الموجود داخلها، يعني ما تجمع مصدر كالسيوم مع مصدر حديد مع بعض. فكتير كويسه هاي الافكار مثل السلطات، مثل الدقوس اللي بتكون اصلا فيها فيتامين سي مشان البندوره، وبالتالي بتعزز امتصاص الحديد الموجود بقطعه البروتين ان كانت لحمه او دجاج موجوده بالطبق مثل الدجاج بطبقنا لليوم. شوفي شو عملت،
حطيت المي مرتفعة عن سطح الأرز تقريبا سنتي. خلينا نشوف كيف. هاي شوفي. أها فعلا سنتي تقريبا. تقريبا سنتي. رح أخليها مغطية على نار متوسطة، لا تنسوا على عين كبيرة، على نار متوسطة لمدة 10 دقائق بس هيك. بعدين رح أنقلها على نار واطية وأخليها تستوي على راحتها. بهاي الأثناء رح أطلع لكم الدجاج اللي أوريدي كنت عملته قبل وصار مستوي وحلو ولونه حلو، عشان نحطهم على الطبق ونسكب ونزين. نغمة بتقول لك يا ألاء إنه الحلو فيكي وصفاتك مش مكلفة، كلها من بيوتنا أغلبها فعلياً. كان هي وصفات بيوتنا ومن مكونات بيوتنا. ودينا بتقول يسعد صباحكم متألقة شيف، وأنا يا دينا مش متألقة. طبعاً يا دعاء. أنا طبعاً ليش بحكي هيك؟ لا تقول لي أنت متألقة. متألقة يا وأيضاً إيمان بتقول شكل هالكبسة زاكية، وأم محمد بتقول إنه يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم، وأماني بتقول إبداع وتميز يسعد صباحكم العسل. يسعد صباحكم جميعاً. شوفوا لي هلأ الدجاج بلونه الخطير. طبعاً ليش بحط ورق زبدة؟ عشان ما يصيب القصدير عندي، تمام؟ شوفوا يعني الله عليك لونه حلو مكثف كثير حلو. وطبعا احنا هذا كنت تاخذ بعين الاعتبار انه احنا سخناه كمان قبل الهواء، لسه هو في الواقع، او لما تعملوه بس مره واحده ما تضطروا تعملوه مرتين زي ما احنا عم نعمله على الهواء. شوف درجه استواء، مش رح اخرب شكلها. عين عليكي مستويه تمام. كيف بنعرف انه الدجاجه صارت مستويه؟ دائما بحكي لكم هاي المعلومه. بنعرف عن طريق انه احنا لما نيجي نقسم من الدجاج بتفصل معنا بسرعه، اذا فصلت معنا بسرعه معناته احنا امورنا تمام. كمان الاء في شغله، انا بحب فخذ الدجاج لما ببلش زي هيك انه يفصل اللحم عن بدا، يعني عن تشوفوا هيك معي انه فخذ الدجاج هون بلش فاصل يلا بلش العظم مبين. صحيح. بعرف انه الفخذه بهي الطريقه فعليا صارت مستويه وصرت بتقدر انك تتناولها وهي مستويه 100%. هاي الدرجه اللي انا بفضلها بالاستواء، يمكن في ناس بفضلوا اقل او ناس اكثر. بحس بالدجاج بالذات ما في مزح، بده يكون مستوي، عندي يكون مستوي 100% لانه في سالمونيلا ممكن تكون يعني تلعب لعبه موجوده، فاحنا بدنا نقضي عليها بالحراره وبدرجه الاستواء الكامله 100%. يعني بهذا الموضوع عن جد ما في مزح. طيب خليني احكي لكم، احنا عم نستخدم رز الحبه الطويله وهو الرز الاسهل واللي ما بفغص كثير، بس انا عم بطلعه بالمعلقه الخطا، تمام؟ المفروض نطلعه بمعلقه خشب عشان ما يفغص عندي ابدا ابدا. هو شكله كثير حلو هيك ومسقسق الدجاج صح. يعني بتقول لك أم وائل العلاونة صباح الخير، وصفة كتير زاكية. وأم المجد بتقول ما شاء الله عليكم مدورين ورايقين، وبتقول لك الكبسة فعليا بتشهي والمعلومات كتير مفيدة. شكرا يا أم المجد. يسعدك يا ربي. هاي دينا بتقول لي أحلى دعاء. يا دينا مرة دعاء مرة ألاء. أيوة هيك. يسعد صباحك يا دينا. طبعا احنا بنمزح معكم اكيد دائما، يعني ما في فرق، ولكن اكيد بنحب نكون دائما قريبين من قلوبكم، لانه زي ما قلنا لكم بالحلقات الماضيه بنحس حالنا حرفيا بمطبخ بيتنا. مؤسسه الاذاعه والتلفزيون هي حرفيا بيتنا وبيت كل حدا بيشتغل فيها، وبنحس انه هذا المطبخ فعلا مطبخ البيت. بنحب هيك ندردش نزين الاكل مع بعض فعليا، ونحكي معكم من خلال فيديو البث اللي كثير بنكون مبسوطين لما بتكونوا معنا على. وفي هلا رح نعمل الاء بتشهي. نغمه شوخ بتقول شهيتونا والله على الكبسه. يلا الطبخه الجاي كبسه. يلا تفضلوا عنا كمان. طيب رح البس كفوف عشان بدي احط الدجاجات تاعوني على الصدر ونحطهم على الطاوله. بعدين نبدا بالسلطه. السلطه كثير سهله. اسمع انا بكيف قديش الناس عم تستغربوا من مكونات السلطات، بس لازم اصور لكم. امبارح احنا بالاستديو انصدمنا، يعني انا اول مره بستسيغ، يعني انا لما الاء بلشت تستخدم صراحه لبن بالوصفه ومانجا، انه مانجا وفيها لبن انصدمت صدمه عمري، ولكن لما ذقناه كثير طلع زاكي وصراحه رح اصير اجربه. كثير بحب اعمل هذا المكس بين النكهات، عشان هيك رح تلاقي دائما سلطاتي غريبين. يعني اليوم السلطه فيها تين وفيها خيار وفيها هاي شكلها سنلح. لو تمسكيها تدخل يدوي. يعني عليكي تحسي هيك صدر الكبسه هذا بدنا نحضره هيك العزومه صح فعلا.
انشراح بتقول لك يسلم ايديك شيف، شكلها بتجنن ولذيذه. وايضا صوفيا الزواهره بتقول لك تسلم الايادي شيف الاء. وام وائل بتقولنا مرت ابنها كبستها كثير زاكه، يعني هاي شهاده الحمايه عن جد بتفوز بتفوز جد. نوجه لك تحيه انت وكنتك وكل اهل بيتك. وايضا اسراء بتقول يسلم ايديك حبيبتي وما شاء الله. وهيك يعني عندنا اللمسات الاخيره. تشوفوا لي حبه البندوره اللي عامله حالها ورده، صح مش طبيعيه. وهيك يكون طبقنا الاول صار جاهز. كثير حلو على الصينيه عندي. براءة بني حسن بتقولنا يسعد صباحكم منورين ما شاء الله عليكم، منورين دائما بوجودكم مشاهدينا. وايضا اكله الكبسه كثير مناسبه للاشخاص، عندك سكري، عندك كوليسترول، ايش ما عندك حاله صحيه. بس زي ما قلنا بالبدايه نشيل الجلد قبل الطبخ للناس اللي الكوليسترول والدهون الثلاثيه عندهم مرتفعه.